مزالق الطلب والتعليم، وهو التعالم المفضي إلى الغرور والشذوذ والعجب والكبر وازدراء أهل العلم ومدارسهم ومذاهبهم. وإن لبسه أهله ملبس البحث عن الدليل، فإن هذا التعالم شأنه خطير، ولم تزل البدع تخرج من عباءة هذا التعالم. ذي الخويصرة التميمي عبد الله بن ذي الخويصرة زعيم الخوارج تعالم على النبي عليه الصلاة والسلام. خوارج الأوائل تعالموا على جلة الصحابة، على عثمان وعلى علي وعلى من في زمانهما. وفي زماننا هذا يتعالم هؤلاء المتعالمون من الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع على أهل العلم، فيزدرونهم ويحتقرونهم.